أهلا بكم مجددا. عقدت رئاسة أركان الجيش اجتماعا طارئا لتقييم ومتابعة نتائج عملية تطهير مطيبيجة في محافظة صلاح الدين. وذكر بيان لوزارة الدفاع أن رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغانمي ترأس الاجتماع الخاص للنظر بنتائج عملية تطهير ومسك منطقة مطيبيجة والمناطق المحيطة بها، بحضور كل من معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية وقادة عمليات ديالى وصلاح الدين وسامراء وعدد من ضباط هيئة الركن في رئاسة أركان الجيش. وأكد الاجتماع ضرورة متابعة تحصين وتحكيم المواضع الدفاعية وسد الثغرات بين الحدود الفاصلة لقيادة العمليات وعدم إعطاء فرصة للعدو في القيام بأي نشاط معادي.